يا محمل السنيار عزم في طريق نسير اقطع دروب الفرح واقفل شقال مسير مخاف في هيرك بحر مخاف في هيرك بحر مهما طوت اسفار الخير في كانت بحر لا مالها تفسير سنيارنا بيسير ومويهد بي يا حي دار الحي نور وطاني. مساكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعينا اللي يشوفونا على شاشة سما دبي في حلقة جديدة من برنامج السنيار. السنيار مجموعة السفن اللي في البحر ولا المحامل، مجموعة، أهم شيء أنه مجموعة. هذا هو اسم برنامجنا من السنين، ونحن نقدم لكم هذه المعلومة على شاشة سما دبي وفي هذه الأمسية وفي هذه الليلة، وإن شاء الله في كل ليالي رمضان بترافقنا رحاب المهيري في تقديم هذا البرنامج. واليوم الصراحة رحاب أعتقد أنها بتعد كل القصيد عليكم وكل الجوائز عندها وحتى المساعدات عندها اليوم. مرحبا بك يا رحاب. مرحبتين. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج السنيار. نحن وياكم طيلة شهر رمضان المبارك على شاشة التراث الأولى شاشة سما دبي. مثل ما قال أحمد بتتعرفون على مفرداتنا وموروثنا الشعبي الأصيل من خلال برنامج السنيار وفريج السنيار ومراجعنا التراثية. نحن نباكم متابعونا يوميا وإن شاء الله بتتعلمون ونحن بنتثقف وياكم بعد. أحمد أنا رحاب بعد غير اللي قلت إنك بتساعدينهم، ما قلت إني قلت هالمعلومة. أنا البارحة قايل أحمد قلت أنا ساعدتهم أول أسبوع، الحين الأسبوع الثاني شوي بخف. لا لا بس والله ما تهونون علي. نعم نعم نعم. مشاهدينا متابعينا بنرحب بأعضاء مو بأعضاء ولكن مراجعنا اللي بيرافقونا إن شاء الله إلى نهاية الحلقة اليوم، وإن شاء الله مستمرين معاكم إلى نهاية الشهر الفضيل. مساك الله بالخير يا أبو خالد. مساء النور والسرور. يا مرحبا، حياك الله يا أحمد، حيا الله رحاب. وشوي بعد كان عندكم سحور. شغل حلوى هذا. لا عندنا خنفروش اليوم. خنفروش وحلوى. خنفروش وحلوى، كل حلقة عندكم خنفروش وحلوى. نحن مذيعين واقفين ولا ناكل لا نشوف شيء من هالحلوى اللي عندكم. تظهرت ناهي من الاستوديو. تدورنا. مساء الله بالخير ام عزان. والعافيه، مرحبا وسهلا، حياك الله. الله يحييك يا الغاليه. مرحبا يا مرحبا. مرحبتين فديتك. حياك الله. شو هالطل الغاويه اليوم؟ بوتلي ويا اليوم بوتيله. بوتلي بوتلي ويا بوتيله. ايه بوتيله وتلي اليوم. خبرينا عن لبسك اليوم. بوتيله وشي بعد بحراره وشي بنفه وشي بوانه وشي بالربوع، هاي كلها من المسميات اللي هي فيها مثل بوتيله. ليش يسمونه بوتيله؟ شيء مثل التيله، نفس التيله. وشي بالربوع اللي هو صغار فيه، هاي الدويره صغيرون يسمونه بالربوع. على الربع. ايه على الربع الاولي. واذا في الوان يسمونه بسره وخلاله، اذا في الوان خضر وحمر يسمونه بسره وخلاله. وكان هاي الصغير يسمونه بنفه، النفه الصغيره، بحراره، كلها ما شاء الله هاي من المسميات القديمه الاوليه. ماي انا دائما اسالك عن لبسك عن شيلاتك وعن ذهبك، خلنا نرمس عن البرقع اليوم شويه. البرقع امي، هذا البرقع الاولي، هذا البرقع اللي يلبسوه امهاتنا، وهذا ما بحين البرقع الصغير، لا هذا البرقع اللي هو العود، وفي اكبر بعد يلبسنه قبل يداتنا، وهذا البرقع العود، هذا البرقع اللي هو في النص، وفي بعد ما شاء الله وايد من المسميات، شيء لف الزعبيل وشيء مقطف وشيء شارج وشيء عيماني وشيء ابو خره وشيء ابو دمعه، كل المسميات هذه مال البرقع، بس هذا البرقع الاولي اللي انا لابستنه. مايا ليش يحطون نيل ولا تشويت يسمونه؟ لا هو روحه في نيل. في روحه يسمونه بقم اول. هذا اللون اللي يطلع من البرقع ما بالنيل، يسمونه بقم. بقم. هي يحطونه قبل حتى عن اذا حد في حراره ولا في حبوب ولا شيء، يحطونه شوي في الماء ويفركوه به، هذا دواء. نفس لون اللي لابستنا؟ هي نفس اللون. اليوم هي بعد ما شاء الله تو بغاوي اليوم. حبيبتي هذا هو مال البرقع، والبرقع ترى فيه السيف وفيه الشبق وفيه ما شاء الله
وايد بعد. شو هو الشبق معزان؟ الشبق اللي يربطوه به هذا الحين يحطون خيط الأول الشبق الحمر. إيه. الشبق الحمر القطن الأولي هذاك الأصلي. الحين اللي يثبتون ويزرون عليه. إيه إيه يربطونه من وراء يحطون الشبق الأول الحمر الأولي الأصيل هذاك الأولي ما حماه شيء إلا هذي اللي يحطون له خيوط النايلون. والسيف بعد ما الاسكريم يحطون اللي قبل. إيه إيه. الحين ماشي يحطون هالصلب الرفاع. ويحطوا اللي بعد خلقه من داخل قبل ما شي لزقه يلزقونه في البرقع لا يحطوا اللي بس اللي خلقه هنا في اليبه ويحطوا ماشي ماشي لزقه الحين بلا يحطوا له اللزقه ويخلوا البرقع ما ينكسف قبل ينكسف البرقع يوم يشرب لك هواء من شج وحليل الحريم قبل البرقع هاك العود الحين بعد كل حد عاد بلبسته الحين حد يلبس صغير وحد يلبس عود ما يا حين بعد تغير البرقع طيار رفيع البرقع. استوى وغير الحين رفيع وحين يلبسون هاي مثل الخلقه المزراي شيلت البرقع مثل في لمعه وايد ولا انا البس البرقع القديم الاولي نعم. هاي شوفين ما في هاي اللمعه الاوليه لا نعم ما شاء الله عليك ما شاء الله انا بلبس برقع الاولي هي نعم انا ما غيرت النظام ولا متى بتلبسين بلبس برقع ان شاء الله في حلقه من الحلقات بطلع تبين عاد من البرقع الاولي ولا من البرقع الاولي اللي ما له أول ما له تالي سلام عليك ما شاء الله عليك يا معزان على هذه المعلومات الطيبة أبو سيف سلام عليك يا أبو سيف معلومات قيمة عند معزان اليوم نعم بارك الله فيها هذه ذكرتها هي كلها حطناها في كتابنا نعم طبعا نعم. واليوم نحن نتشرف بزميلتنا نهلة المري يعني جزاها الله خير على أن زارتنا الاستوديو صدق ونمسي عليها بالخير ونقول لها يا هلا ويا مرحبا طبعا معزان ما شاء الله غنية عن التعريف بخصوص هذه الأشياء وفعلا أنا الكتاب اللي عملته كانت هي أحد المراجع لي بخصوص الأزياء في دولة الإمارات ومثل ما تطرقت معزان تكلمت عن المرقع طبعا مخرج دوار زعبيل مرقع العين عيماني هاي كلها مراجع تقريبا هي قديمة وطلعت في يوم من الأيام هذه كلها موديلات فكان الحريم يعرف اللي إذا شاف الحرمة في السوق لابسة هاي البرقع يقولون هاي الحرمة من مثلا من عمان أو هذه من الشارجة أو هذه من العين يميزونها بشو أحمد؟ يميزونها تقريبا بالبرقع بالبرقع الحريم الكبار يلبسن براقع كبيرة العيايز والكبار يلبسن براقع كبيرة تعرف يكون يعني حشمة أزيد في, 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 في وجوههم ولول الحرمة سبحان الله ما تعق البرقع على يوم بتي ترقد لول حريم الأوليات يقول لك ما تعق البرقع ويها الا يوم بتي ترقد فشوف وين وصلوا لدرجه انها يعني حشمه نفسها وانها نعم. محافظه على يعني على حشمتها وعلى وقارها وعلى فالبرقع طبعا يعتبر للحرمه حشمه ويعني يحفظها من كل شيء يمكن اليوم رحاب خلطت بين النيل وبين البقم طبعا البقم اللي يطلع من الورق اللي كانوا يبونه من الهند ويسووه بده يقرضوه به البراقع الحريم من كثر ما يشتغلن الاول في البيوت تشوف يوم تعق البرقع تشوف مسكين البقم معلم على وجهها من كثر شو من كثر ما انها اشتغلت اليوم لا اليوم يحطون له ظني ورق على لزقه على اساس انه ما يخرب الوجه وحتى البقم احمد كانوا يستخدمونه الدواء اللي عندي يرح ولا عندي قرحة تكرم ولا عندي شيء كانوا يحطون عليه هذا البقم هذا طبعا بالمختصر عن البرقع وأنا حبيت أشارك قصي معزان أنت ذكرت أن الحرمة ما تعق البرقع نعم. الأول صح ما تعقه لأن في البيت ما بروحه وريه نعم. وعياله لأن نعم. البيت عود نعم. وحميانة وياها فالحرمة ما تعق البرقع من الصبح لين في الليل نعم. صح هذا اللي عرفناه ما هي الكرم يعني. دومة مستورة ودومة متلحفة بشيلته وبرقعة نعم نعم حتى قبل يوم كانوا يشغلون التلفزيون على أوائل الأيام اللي ظهر فيها التلفزيون أنا لحقتي عليه ما لحقت عليه أنا سمعت أنا ما لحقت لا لا لحقتي عليه أنت وايد تصغر عمرك وايد تصغر عمرك المهم احنا ما تسوي من بينكم احنا ما تسوي من بينكم أنا وياكم والزمن طويل ولازم احنا ما تسوي من بينكم لا يتبرقعن الحريم اول كانوا يخيلون يوم يشوفون التلفزيون يشوفون الريال في التلفزيون تغشن عنه قالوا يشوفوننا يردنا الغشوه على ويوهم قالوا لا الريال يشوفنا الله يرحمهم يا رب يرحمنا اكيد دحين ان شاء الله امين ونخليهم لباقي عندنا شكر لرعاة البرنامج متحف الشندقه وهيئه الطرق والمواصلات وهيئه دبي للثقافه والفنون
وبلدية دبي، وشكر خاص جدا لمحلات جوهرة للمجوهرات لأنهم يقدمون جوائز السنيار النقدية، واليوم أنا بعد لابسة من عندكم ما شاء الله الطقم ما شاء الله. معلوماتنا جوهرة وانتم جوهرة عندنا ما شاء الله عليكم انت ومعزان وايضا زراج. نعم نعم لابس المزراي اليوم بس شوي عاد موديل مال الحين من جدا مال الحين نفس التلي يعني هو معاصر معاصر هي أول بعد زين اول مره معزان تنتخب اول مره معزان لانه هي محافظه على القطعه بس الموديل هي مايا ما انتقدت لا ما انتقدت اقول لها هاوي لا مدخلين الجديد مدخلين الجديد في القديم شوفي الشرارة وين ديت ام عزان انا انت في العين وعلى الراس عيون التسلم عيون التسلم حفظكم ان شاء الله ومتابعينا ما شاء الله معلومات قيمة اسمحوا لنا اذا طولنا عليكم على السؤال الاسبوعي الحين بنشوفه على الشاشة ثم لنا عودة سؤال برنامج السنيار لهذا الاسبوع تأسست دبي عندما استقرت فيها عائلة آل مكتوم الكرام وما زالت تحكمها حتى اليوم منذ عام 1833 1855 أم 1850 للمشاركة في السؤال الأسبوعي لبرنامج السنيار وفرصة ربح 20,000 درهم يرجى إرسال حرف باء أو بي بالإنجليزية ثم رقم الإجابة الصحيحة على هذه الأرقام مشاهدينا ومتابعينا رجعنا لكم بعد ما تعرفنا على بعض مقتنيات السيدات أو النساء عندنا في دولة الإمارات مثل البرقع وأيضا الثوب اللي تلبسه رحاب ولا معزان الحين الله يطول لي بعماركم مشاهدينا ومتابعينا وصلنا للمسابقة وصلنا للمعلومات وصلنا للأسئلة والمراجع التراثية وبنشوف بعد مشاهدينا منو بيعطيكم الإجابة الصحيحة أرقامنا أرقام التواصل تظهر أمامكم على الشاشة من داخل الدولة ومن خارج الدولة بل كل اللي شارك اليوم من الداخل ومن الخارج إن شاء الله والكل بحول الله وقوته فايز عندنا اليوم دام رحاب موجودة مشاهدينا ومتابعينا نأخذ الاتصال الأول ونقول ألو السلام عليكم عليكم السلام إيش حالك الحمد لله بخير مبروك عليكم الشهر مبروك عليك ما تبقى من الشهر منو معايا سمعانك سالم من الفجيرة سالم من الفجيرة يا حي الله أبو غنيم إيش حالك يا أبو غنيم هيك بخير الحمد لله شو معلوماتك التراثية ممتازة وشوف الشعر بعد يعني لا قول ممتاز بعد كمل مرة واحدة أفضل إيه ها يا سالم ممتازة يا إيه؟ سلام عليك من وياك يا سالم الأهل كلهم كلهم يوم تقول كلهم كم يعني اللي عندك مال 8 7 ما شاء الله عيل مثل ما تقول رحاب اقوى تشجيع ونسمع وقف بصوت عالي الله عليكم الله عليكم يا سلامي عليكم يلا بعد نسمع وقف نسمع وقف عندكم بصوت عالي كلكم يلا وينك يا سالم وقف يا سلام اعطاهم اعطاهم اشاره هناك نحن ما نشوفهم عندي سؤال لك من قامه أدبية معروفة عندنا في دولة الإمارات هو الشاعر أحمد والملقب بوسنيدة يقول الشاعر بوسنيدة في لقبه لقبه بوسنيدة هو الشاعر أحمد بن عبد الرحمن الهرمس يقول يا حبيبي كيف ممساكم يعلكم في خير تمسونا وش خلف يا زين لا ماكم شو السبب ليه بهجرتونا هذه أول أبيات في هذه القصيدة لكن السؤال اللي عندك على الشاشة يقول بزرع فراغ ميراكم قورتين وخلط زيتونة أو قورتين ترى حد يقول حد يقول قورتين وحد يقول قورتين وخلط زيتونة في القاء في البيت هذا كامل في الشطر الأول من هذا البيت يقول بزرع شو ميراكم نسمع أبو خالد شو يقول أنا أقول الرمان الرمان قل لي عاد إيش حق الرمان ليش ما سمعت شو يقول شاعر يا سايرين القحة ما شفتوا خيل سعيد مربوطة في الرمانة حتى غلاه يزيد يا سلام عليك يا سلام عليك مو سيف توافقه
توافق ابو خالد؟ لا انا اقول الورد لعدالي. الله راضي علي اليوم. لا طبعا. لا اليوم اليوم الشرار يبغي علينا. انا الورد انا اقول الورد. هو قال الرمان انا اقول الورد. يا سلام عليك. وانا اقول التفاح. التفاح الحمر. التفاح الحمر. بالتفاح هذاك اللي تاكله ويا العيش حد يسميه تفاح ترى البصل بس ما بالبصل. تفاح ينزرع عندنا اول احنا ما شيء ما شيء تفاح. ها يا سالم. ها يا سالم. تفاح متاكد؟ متاكد. يا سلامي عليك وانا اقول ثبت 3500 درهم. يستاهل يستاهل. مبروك مبروك تستاهل انت لك. الحين مشاهدينا ومتابعينا يعني انا ودي اتكلم عن هذا الشاعر. الشاعر هذا شاعر كبير قامة أدبية معروفة عندنا في دولة الإمارات والشاعر أحمد بن عبد الرحمن الهرمسي اللي مثل ما قلت لكم ملقب بالشاعر بوسنيد. الشاعر بوسنيد يقولون أنه يعني طبعا ولد أو عاش ما بين 1855 و 1920. يقولون مولود كان في إمارة الشارقة. المعروف عنه الشاعر بوسنيد أنه خطه جميل يعني كان يدون غير أنه يكتب الشعر. قال في هذه القصيدة اللي أنا عديتها عليكم في بدايتها يقول لكم أنتم مشاهدينا يا حبيبي كيف ممساكم يعلكم في خير تمسونا وش خلا فيها زين لا ماكم شو السبب لي بهجرتونا لا ولا كنا عرفناكم في الزمان ولا عرفتونا لو صحاح الريل زرناكم لو بربع الخالي يسكونا إن طلبتونا عطيناكم وإن طلبنا ما عطيتونا إن شرهتونا وصلناكم وإن شرهنا ما وصلتونا يوم عدل الوقت محلاكم كالعسل بالزبدة معيونا بزرع التفاح على السوال بزرع التفاح ميراكم قورتين وخلط زيتونة أو قورتين وخلط زيتونة. رحم الله الشاعر أبو سنيدة. شوفوا هاي الأبيات الجميلة اللي إلى اليوم نحن نقولها من خلال هذا المنبر ومن برنامج السنيال. ما شاء الله عليك أحمد كفيت ووفيت الله يطول لي بعمرك رحمة الله على الشاعر. والحين بناخذ الاتصال. منو عندنا؟ مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. شوق كيف حالك؟ الحمد لله مبارك عليكم وتبقى من الشهر علينا وعليك يا الغالية. كيف حالك؟ كيف أنت؟ خير خير ربي يعافيك. حالك أنت أحسنت بخير؟ الحمد لله بخير حبيبتي. شو رمضان وياك؟ والله الحمد لله الله يتقبل منه ومنكم يا رب. آمين آمين. في حماس وفي تشجيع عندك؟ حد وياك؟ نبغى نسمع نحن. أنا اليوم أحس بهدوء يا رحاب. هدوء وايد اليوم. لا ما أدري شو السالفة. كلكم هادين. هو ماشي. حتى الكنترول اليوم ما أدري شو السالفة. كلهم هادين اليوم. صايبه ماشي هو ماشي اليوم حتى. ماشي هو. شوق قولي أوقف بأعلى صوت. حسسيني انك متحمسة وانك بتفوزين ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. يلا بكم اللي وياها انتم بعد قولوا اوقف وياها. اوكي. حد وياك اصلا؟ ايه. انا سمعت. من شي اقول لك قولوا اوقف. اوقف. يلا. يلا خلنا نشوف. ها راقد شوق. اوقف. اثنين ثلاثة. اوقف. سؤالك في البيئة البحرية ونشوف السؤال. في محمل بين حمالة والحب خلاني دريت وطايح شروة دقل مقطعات حباله. الله عليك. كما أقول لكم العد اليوم عند رحاب. والله رحاب تعد يعني في البحر كذي انا حييت الصراحه هاي شهاده يعني نحن نعتز بها. وسيف البحر عنده ترى لازم تعيد لازم تعيد العد. ما بعيد. لا لا لازم عندك. شوف لا تقول لي عيدي غير غير رحاب ماشي اليوم طلب انت لا انا بسمع منها طلبنا طلبناها طلبناها نعم طلبنا البيت. يلا نسمع من عندك الحين. المره اللي عقبها ان شاء الله تطلع نفس ما كانت. في محمل بين اكملي الفراغ طارح ينزف بحر ويتوح من حماله والحب خلاني دريت وطايح شروة دقل مقطعات حباله. سلام. الله يسلمك. نشوف بوسيف انت راعي بحر. انا اقول البنادر يوم يبندر يعرفون وينزلون يخزرون الدقل وطيح حباله ترى. بو خالد. انا اقول الجزائر او الجزر. الجزائر. الجزائر. ايه. أم عزان. أنا أقول غبايب.
ترى عادي أم عزان لو تختارين شيء من اللي هم اختاروا. لا الغبايب أنا عادي. زي أم عزان ما قالت الثبايب. الغبايب الغبايب. شوق شوق أنتي شو تقولين؟ ها يلا شو تختارين، اليزاير ولا البنادر ولا الغبايب؟ شوق سمعيني شوق 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 وين دلت لك هوا؟ اي والله وين دلت لك هوا؟ يغمي شويه ابى سمعت شو قلتي؟ شو؟ ما سمعت بديتك شو قلتي؟ اليزاير. وانا اقول نثبت السؤال الاجابه ونشوف على الشاشه. مبروك مبروك يا شوق، فزتي ويانا 3500 درهم، الف مبروك يا الغاليه. وسيف الميكروفون عندك، لازم تراعي بحر عادة. هاي الأبيات فيها ينزف، ينزف يعني فيه يمه المحمل هذا فيه ماي وينزفونه، ولولين الغاصة كالحين الدور على حد عطول الليل كل ساعتين مثلا عثنينه ينزفون، ينزفون الماي يطلعونه منه بناء على الكلمة. يقولوا يتوح ماله يقصد السفن السفارة إذا ضربهم، إذا ضربهم هو أو يتم عاصفة ويبون يخفون على السفينة هذه يبدون يتوحون من الحمال اللي هم شالينها، خاصة تقريبا في أول موسم البرصات اللي يضرب الهند يتوحون من الحمال على أساس أنهم ينجون. وذكر الدقال، الدقال طبعا هي صارية السفينة، والحبال يقول حباله، حبال الدقال اللي هنا يقبضنه كثير من الحبال طبعا، البياوير ما بياوير كثير، احنا ما نبغي نتطرق للمسميات هذه. فقال الدقال مثل ما قلت انا اللي هو صارية السفينه، بس يتوح، يتوح يعني يرمي من السفينه. مشكور ابو سيف وما تقصر، ان شاء الله نحن بنكمل حلقتنا لكن بناخذ فاصل صغير وبنرد وياكم. بنواصل السير ومتواصلين معاكم مشاهدينا متابعينا اللي يشوفونا على شاشة التلفزيون. حاب أقول لكم أيضا تقدرون تشوفونا وتشوفون برنامج السنيار على حسابات قناة مؤسسة دبي للإعلام، مثل حسابهم على التيك توك. ما كنتوا على الحساب ما شفتونا على التيك توك، تقدرون تشوفونا مباشر على أوان. ما لحقتوا على هذا كله باكر عندنا إعادة، وإذا تبغون معلومة معينة بتلقونا أيضا على حساب مواقع التواصل الاجتماعي أو حساب قناة سمة دبي، وتاخذون بعض المعلومات الطيبة، شيء من الفيديوهات لأبو سيف وشيء لأبو خالد وشيء لمعزان وشيء حتى الرحاب، هذا كله موجود عندنا على حسابات. بعد انت ما شاء الله موجود، انت احمد عندك معاكم، انتم الخير والبركة. ما يستوي اذا تبون تشوفون بعد مقاطع احمد موجودة على حساب سمة دبي. وما ننسى ان نحمل تطبيق اوان، لان في تطبيق اوان بتشوفون كل برامجنا ان شاء الله ومسلسلاتنا. صدق صدق يا رحاب، يعني اليوم حد يحب يشوف الاشياء على الاجهزة هذه الموجودة الخفيفة، وحد يحب يشوف الشيء على التلفزيون. يعني نحن باختصار مشاهدينا ومتابعينا موجودين إن شاء الله معاكم على كل جهاز وعلى شاشة التلفزيون. أرقام التواصل بتطلع أمامكم على الشاشة مرة ثانية مشاهدينا ومتابعينا من داخل الدولة ومن خارج الدولة، ونقول ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا راية. مرحبا. شو هذا الاسم، شو هذا الاسم اللي فيها صالة؟ هذا اسم روحه في أصالة وتراث، اسم راية واسم آسيا، هذه كانت المسميات اللي عندنا للحريم الأول. وما شاء الله كم عمرك يا راية؟ أنا ولا إذا ما تبين تقولين عادي عادي. الله يعطيك طولة العمر، لا تقولين أنا أسوي سوالف عليك، ما بقي شيء أنا أقوله لازم تردين علي. حد من الحريم بعد السيدات ما يحبون يقولون.
صح ولا؟ أنا أشوف الريايين الحين ما يبون يقولون عمارهم. صدقتي لكن ما هذا مجرد رقم مشاهدين ومتابعين. هذا لا ليفل كنترول، ليفل كنترول يبون لي هني. الله يعطيكم جميعا طولة العمر يا راي. راي وين تكلمينا؟ وصلنا 60 من الفجيرة ما شاء الله، وايد اتصالات اليوم من الفجيرة. منو عندك يا راي؟ عندي هني. سلمي عليهم كلهم وباركي لهم بالشهر الفضيل. الله يبارك فيك. عاد نبغي حماس، نبغي مشاركة. يوم أقول نبغي حماس أبغي أسمع شو؟ وين حماسكم؟ وين هذا اللي نبغي نسمع. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، ما شاء الله. راح أقول حماس هذا بينضربون يا هذا. هذا ما شاء الله تشجيع، هذا تشجيع ما شاء الله. ما الملاعب يا هذا ذيلا الحين يوم سوى حجرة بينضربون. لا لا الله يحفظك. سوي سوالف عليكم أبو سيف. نبغي نسمع وقف بصوت عالي. نقول شو؟ قولوا وقفوا بصوت عالي. قولوا وقفوا بصوت عالي. قولوا وقفوا بصوت عالي. يا اسمعوا كلامها. انتي قولي بصوت عالي. يلا بعد. قولي انتي. انتي قولي انتي بعد بصوت عالي. وقفوا وقفوا وقف قالت. يلا يا كنترول قالوا وقف عادي كم بنصبر. قالت وقفوا كلكم كلنا بنوقف. يلا هدوء مشاهد. خلاص وقفنا. البيئة البرية. البيئة البرية. ونشوف السؤال، وايد بسيط السؤال. زورينا انت في دبي، تمرون على دبي؟ ايه انا بعد عايشة في دبي بس من اصل الفجيرة. ايه ما شاء الله عليك. زين اليوم انت في الفجيرة ولا في دبي؟ لا لا حاليا معنا في الفجيرة. في الفجيرة. سلمي عليهم كلهم. السؤال في دبي يقول على الشاشة، يقول على الشاشة: من اماكن دبي القديمة الشبك. هذا الشبك عاد شو؟ شو بالضبط؟ أبو سيف شو يقول؟ أنا أقول وادي. وادي الشبك. وادي الشبك. إيه؟ هذا أبو سيف يقول وادي الشبك. وادي. معزان شو تقول؟ أنا أقول سيح. سيح الشبك. أبو خالد. لا لا الحين بختلف وياهم. دومك مختلف. يا أبو سعيد أنا بختلف وياهم. شفتي من أجل الفاصل تغيره. بختلف وياهم. لازم أكون وياهم. بختلف عنك. شو أنا أقول هور. هور الشبك. إيه. شو تقول؟ رايه. هاي رايه. لو انت تقولون انا ما انا بسمع منك اول شيء. قلنا نحن الرايه عندك والاجابه عندك. وادي الشبك. نشوف الاجابه. نشوف. صدقيني اذا طولت وايد وياك انت غلط، لكن اجابتك صح. الف مبروك. حتى لي. يلا وين التشجيع؟ وين التشجيع؟ وين التشجيع؟ وادي طلع صح. قولي لهم ما شيء. ما شاء الله. قولي لهم قولي لهم قولي لهم ما لكم شيء من الغوازي اذا ما شيء تشجيع. على التلفزيون. اي ما شاء الله ما شاء الله عليك. الف مبروك عليك ال 3500 درهم. الله يبارك فيكم. عندك معلومه على السؤال؟ نعم احمد، طبعا كل اسم يختلف عن الثاني. السيح غير، وفي مثل يقول ويعرف ظني ابو خالد يقول: اذا كنت ظبي انا سيح. يعني بمعنى ان السيح المكان الواسع، المنطلق اللي تشوف تقريبا فيه 4 كيلو و5 كيلو، هذا يعتبر سيح. الهور، الهور اللي تقريبا من بين العراجيب، من بين العراجيب، هذا يسمونه هور. اما الوادي، الوادي اللي هو يعتبر مثل المعبر، يعني مثل ممشى الماي، فهذا يقولون هو الوادي، واطلاقا على ان الماي يمر في هذا. سموا هذا وادي الشبق تقريبا، فيه شيارة الشبق هاي وايد اللي فيها تقريبا يكثر الشوك. وتوجد هذه المنطقة تقريبا شمال منطقة العوير، وبالتعديل تقريبا يعني في الجزء الشمال الغربي من منطقة العوير، وهي تعتبر من أشهر المناطق. بس مثل ما قلت لك السيح اللي هو يعتبر الفضاء الكبير، الفضاء الكبير، يعني انت بامكانك ان تشوف شخص تقريبا على بعد كيلو، لكن في الهور يمكن ما تشوف حد. الهور حد يكون اللي تتوطى عليه صدق، يمكن يكون وراء عرقوب، يمكن يكون في مكان ما تقدر تشوفه. هور. نعم. نعم نعم. شكرا لك يا ابو سيف. شكرا بلعب. شكرا بسيف. ناخذ اتصال ونقول مرحبا. منو ويانا؟ مرحبا. وين المتصلين؟ وينهم؟ فاطمة أظني مو بويانا. لا سارتي بالدل، أنت قلتي هات ودلت. الحين لا سارتي مشجعين. سارتي بالدل ولا مشجعين؟ مشجعين. ولا مشجعين دول. فاطمة مرحبا. عليكم السلام والرحمة. كيف حالك فاطمة؟ الحمد لله. حيث أخبارك؟ بخير وحب. بخير الله يسلمك حبيبتي. شو رمضان وياك؟ أخبارك يا عبد الله؟ أحمد خير يا لك. بخير
أحمد كل واحد طالع منك. طبعا كلنا عبيد رب العالمين علينا وعليك يا الغالية. شو معلوماتك التراثية؟ مبارك الشهر على اللجنة. علينا وعليك إن شاء الله. وعليك جزاك الله خير. بارك الله فيك. فاطمة شو معلوماتك التراثية؟ الحمد لله زينة. موجودين إن شاء الله وبتفوزين ويانا. خلنا نشوف على السؤال. وايد سهل. نعم. وايد سهل. إن شاء الله. شوفي عندك البيئة الزراعية والبحرية والبرية. أباك تقولين أوقف على صوت واللي وياك بعد يقولون أوقف. ها تشجيع حق السنيار. وين أنت في البيئة الزراعية؟ وخلنا نشوف السؤال. يقول راعي الوصف حيبة وتكسر الداس. عاد شو مع شيء وايد بسيط معنى كلمة حيبة. خلنا نشوف أبو خالد شو رأيه شو اختياره. أنا أقول سعف النخب. سعف النخب وتكسر الداس حيبة. وأم عزان أنا أقول لب النخل. لب النخل. وأنت شو تقول بسيف؟ أنا أقول ليف النخل. ليف النخل. إيه ليفة. فاطمة منو تختارين أنت؟ الوالدة معزان. تختارين معزان. شو قالت معزان؟ لب النخل. خلنا نثبت الإجابة. تعرفين الحيث أنت؟ هي عرفه. ما شاء الله عليك. نعم. يلا خلنا نشوف الحين. ما شاء الله فزتي ويانا 3500 درهم. تستاهل. مقدمة من محلات جوهرة للمجوهرات. تستاهل. تعطيب عندك انت ابو خالد. هذا المثل يورد ويذكرونه على صيغة الاستنكار، ان شيء ضعيف ويدق بالقوي. وقريب من مثل بعد عند هالبحر يقولون شنيوب غرق يمن. هذا الشنيوب اللي يظهر من الارض لا؟ مثل ودعم القبقوبه. ودعم القبقوبه. شو الداس اللي هو المنجل. المنجل ايه ترى هذا الحيبه طبعا. كي اقول الحيبه حين تكسر الداس ترى هذا مستنكر ابو سعيد. يعني يوم الشيء الضعيف يفوز على القوي او يدق بالقوي. نعم يستنكرونه يعني. نعم ما شاء الله عليك يا ابو خالد. شكرا ما شاء الله. شو هالاسئله اللي عندك اليوم يا رحاب؟ أسئلة اليوم فيها أمثلة فيها شعر فيها. هذا الحين أنا أبغي سؤال ثاني بعد. عندك فيه شعر؟ لا هذا عندك أنت. عندك اللي عقبه. يلا الحين الدورك. بيملون مني. لا 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 طالع عندك كلنا واحد. دورك يلا. ما شاء الله عليكم. يعني أنا الصراحة ما أمل من أي حد موجود هني. كلكم عندكم المعلومة وكلكم أعتقد المشاهدين كذلك. نقول ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبروك عليكم الشهر الفضيل. مبروك عليك ما تبقى من الشهر. مريم؟ اي نعم. ايش حالك يا مريم؟ بخير سهالة. تكلمينا عادة من عاصمة الثقافة انت. صحيح؟ اي نعم. يعني الثقافة عندك رقم واحد المفروض. ان شاء الله بإذن الله. هيث تراث في ثقافة والثقافة تراث كذلك. اي نعم. صحيح يا مريم؟ نعم. منو عندك بروحك ولا حد وياك؟ عندي امي بس. سلمي على امك سلام وايد. وبقول لك شغلة، إذا أمك قالت الإجابة تبعيها في الإجابة، صدقيني بتفوزين إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. قولي وقف. وقف. يا سلامي عليك. في البيئة البرية والسؤال بيطلع أمامك على الشاشة. شو يقول السؤال؟ نشوف 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 وين السؤال. أنا بعدني ما شفته صدقيني. الحين بنشوفه على الشاشة. يقول الشاعر، ها بتعدين الأبيات؟ لا أنت بتعد. ما عليه حطي التلفون على السايلنت شوي وركزي ويانا عشان تفوزين 3500 درهم. إن شاء الله إن شاء الله. ها بتعدين الأبيات؟ لا أنت بتعد وعقبك أنا. يا سلام يا يلا. يقول 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 السؤال. سحابة انهلت بالأمطار وسجت على اللي ساكن دبي، حتى الشير ناضت به ثمار من عقب ما هايف غدا حي. يابس ودابس. ما شاء الله عليك. بس خلاص بقوم اروح ما بعد السؤال. بتعدين السؤال مره ثانيه؟ ها ما عليك زود. وانا اقول لك اللي بعمرك مبروك 3500 درهم. مبروك. مشكورين ما شاء الله عليك. مبروك مبروك تستاهلين. لكن نحن نبغي نسمع الشاعر رحاب بعد ويتعد هذه الابيات. انت مصر اني انا عم مصر اليوم. تفضلي. سحابه انهلت بالامطار وسقت على اللي ساكن دبي، يا سلام، حتى الشير ناضت بها ثمار من عقب ما هايف غدا حي. الله عليك. يا سلام يا سلام. عاد بيت تستاهل دبي. تستاهل دبي. الحين الله دبي. لازم تقولين قصيد.
الحين انت يا ستا لجنه موجوده هني تغيم رحاب. رحاب لين اليوم ناجحه بدون مجامله نقول لك الحين مشكور. واحمد ما يقول لك هذا الكلام الا هو حد مخبرنا يخليك تقولي وهو واثق. لا لا انا اقول لك انا اقول لك من صالحك انك تعدين قصيده واجب عدال احمد شيء جيد. انا اللي اتشرف طال عمرك يا ما قصرت عدت ما قصرت ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها ما تقصر. لا انا اليوم دور ثاني هي ناجحه لا هي ما شاء الله عليها في عد القصيد ما شاء الله عليك يا رحاب. عندك الاتصال الحين القصيد القوي عند رحاب. اسمعوا الابيات الجايه الحين عند رحاب. مرحبا اهلا. الو هلا اهلا مرحبا. مرحبتين شلونك؟ الحمد لله. من الحرمه ناديه. ناديه كيف حالك ناديه؟ الحمد لله بخير. حالك انت؟ الحمد لله بخير. كل عام وانت بخير. وانت بخير وبصحة وسلامة. شو معلوماتك التراثية يا نادية؟ الحمد لله. الحمد لله. وين أكثر؟ في الزراعة ولا في البر ولا في البحر ولا في القصيد؟ ولا في القصيد. ترى القصيد يعني مرة في الزراعة ومرة في البحر ومرة في البر. القصيد كله عندك. اي صح احنا صدق كل القصيد عندك. كله عندي. انا تلميذة بن خدوم يعني اكيد بطلع 10 على 10. الله يسلمك ويحفظك يا ابو محمد. نادية هلا. يلا نشوف سؤالك. أول شيء نشوف البيئة اللي بتظهر لك على الشاشة. البيئة الزراعية ولا البحرية ولا البرية؟ أباك تقولين أوقف بأعلى صوت. أوقف. أنتي بروحك نادية؟ لا ويا خواتي. يلا بسمعهم من بعد يقولون ولا ما بننتقل على السؤال. يلا قولي أوقف وياها. يلا خلنا نشوف أنتي وين. أنتي في البيئة البرية. يقول المايدي بنظاهر على رمض الحويمي والغدير وسيح اليلح مخضر المثاني ثاني. على تاهل وعثمر والغويل على وادي سلام وسيهجاني. يا سلام صح الله لسانك. حطوا الكاميرا على ابو سيف. نشجعها نحن نشجعها ما شاء الله. ما بي ابيات المايدي بنظاهر. ترى انا اقول لك نجحت ما شاء الله. خلاص شكرا شكرا ابو سيف. ناديه معنا كلمه تاهل. نشوف ام عزان شو تقول. انا اقول تابعه. ها وين؟ أنا أقول في عمان. عمان. أنا أقول في عمان. أنا أقول في عمان. أنت تقولين في عمان. هي تابع العمان. وأنت شو تقول أبو سيف؟ أنا أقول في الفجيرة. تابع الإمارة الفجيرة. الفجيرة. وخالد. بعد أنا الحين بعد بختلف. يا أبو سيف. العلم اللي عندي ترى مخلص. ما بمولف صدقني من 10 سنوات. لا يلا صدقني اني مخلص. يلا قول وخلص. هذه تابعه للشارجه. هي منطقه تراها. هي منطقه, منطقة. نعم تابعه للشارجه. تابعه يقول نعم. تابعه للشارجه ايه. ويقولون العيمان ويقولون الفجيره. انت شو تقولين ناديه؟ تابعه للشارجه. يا سلام عليك. تبكي مره ثانيه وانت مغمضه. وانت مغمضه مثبت الاجابه. ألف مبروك عليك 3500 درهم المقدمة من محلات جوهرة للمجوهرات وتتهنين بهن يا رب. نعم شكرا. طبعا تاهل يعتبر طوي وتقريبا من المناطق البرية التابع لإمارة الشارجة. وفي الآونة الأخيرة طبعا قامت حكومة الشارجة بترميم هذا الطوي وعملوه يعني يعتبر من الأشياء المحمية. وحاليا تقريبا منطقه سكنيه في هذه في المنطقه هاي. وانا شخصيا طبعا رحت وصورت هذا الطوي وكتبت عنه وهو يعتبر من اقدم الطواية. وذكر لي احد الاخوه من المراجع ان مره يعني طاحت حرمه داخل الطوي هذا احمد ويت امها هي اللي طلعتها مش ابوها. امها اللي كانت طلعت الحرمه من طوي تاهل. وطوي تاهل مثل ما قلت تقريبا يقابل منطقة البطايحة وقريب منها ويقع بالتحديد شمالي منطقة عثمر. فشكرا للأخوة يعني في إمارة الشارجة على عمل حماية لمثل هذه الطواية. وهو من الطواية القديمة اللي كانت تورد له تقريبا كثير من القوافل اللي تمر
بالشارجة متجهة إلى عجمان أو متجهة إلى أم القوين. ما شاء الله عليك. شكراً. جميل يا أبو سيف، معلومات قيمة. مشاهدينا ومتابعينا مستمرين، يوم وايد نبغي ناخذ اتصالات. ومشاهدينا ومتابعينا اللي في الحوي سكروا عليه، خلوه يتابع برنامج السنيار، واللي في المطبخ بعد سكروا عليه وقولوا له هات دلت القهوة وياك عشان تكون مركز ويانا. واللي بعيد هي كلكم في الميلس، كلكم في الميلس اليوم، باكم تشغلون شاشة سما دبي وتتابعونا. واللي بعيد بعد يسوق سووا له تلفون كان بتلحق الحق، لان اليوم نحن مشاركين في برنامج السنيار. تعبت قوي، هذا ابو سيف فاصل، تعب فاصل، تعبت قوي. عندنا فاصل ولا عندنا فاصل؟ الحلوه لا نحن بعد، نحن بعد قهوه، عندنا قريصات اليوم. اي ما شاء الله عليكم، كل الخير عندهم هم، ونحن واقفين نعد الاسئله. قريب تاكل، قريبين الله يطول لي بعمرك يا معزان. بناخذ الاتصال عشان ما يزعل علينا المتصل بعد، يقول انتم بعد، لكن صدق والله طلع بعد الفاصل. الله يبصير بنيك يا أبو سيف، بناخذ هذا الفاصل بني. يلا تعال. تقهوينا انا واحمد عاد، نحن صدق صرنا لهم تقهوينا وردينا، وحين خلاص مصحصحين اكثر احمد. ايه ايه على نهايه البرنامج اخذت وشربت فنيال قهوه عند ابو خالد وابو سيف، الله يحفظهم ما شاء الله عليهم. زين اعطونا شويه من الدل اللي عندهم، ومن الحلوى بعد عزمونا، لكن انا ما احب الحلوى في اخر الليل. هي ادري تغفي شويه شويه بس هي جميله الحلوى، هي لذيذه. نعم نعم في النهار احلى. ناخذ اتصال، يلا ناخذ عندك انت الحين الحلوى في النهار عقب رمضان. عقب رمضان ان شاء الله ان شاء الله. مشاهدينا متابعينا ناخذ اتصال ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. امسي عليك اخويا وعلى اللجنه الكريمه. يا مرحبا. يا مرحبا يا مرحبا يا مسرور سهره الاراضي والورد المنثور. عقب شوي ساعه ساعتين بعد سحور عندنا. بالعافيه بالعافيه اخويا. الله يعافيك ويسلمك. منو معايا؟ خالد علي اخوي. خالد يا ابو علي، ايش حالك يا ابو علي؟ الله يسلمك طول عمرك. طول لي بعمرك. من وين تكلمنا؟ من دبي الغالي. يا سلام من دبي. من دبي اي نعم. عندك سؤال لكن اول شيء خلونا نشوف البيات. خلونا ماشي بيات. زين مخرجنا والكنترول قال ماشي بيات. عندنا سؤال لكن مع ام عزان، اباك تركز على ام عزان والسؤال اللي بتعد عليكم عزان. ركز يا ابو علي، شو عندك يا ام عزان اليوم؟ يا مرحبا بك يا احمد، عندنا عندك الخيره. اساعدك ام عزان؟ لا 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 بايك. لا بس هذا موجود ما نقدر نبيع. هذا اللي تشوفونه، هذا ابوي اللي تشوفونه، هذا هو عند ابو سيف. اي نعم هذا اللي تشوفونه في النص قدامكم، ما هو الشيء هذا، هذا اللي على الطاوله تشوفه اللي في النص ابو علي. اي نعم. شو يسمونه؟ في يسمونه في شو يستخدمونه هذا معزان قبل لا نعرف الاجابه؟ شو يحطون هذا حق يوم قبل يحيسن الحريم يخيطنها، يحطون فيه الثياب، يحطون فيه اغراضنا الحريم. جميل. اي نعم يوم يسن فالرايح ويخدم يحطون فيه. ابو خالد شو نسميه هذا؟ هذا يا طويل العمر والعلم مثل ما اقول، والعلم اللي عندي مخلف مولع. ايه مخلف ايه لا وعليه مثل هذا بعد. عليه مثل شو مثل شو اسمه؟ المثل بقى زين مثل عليه. شو المثل؟ ترى يوم اقول لك العلم صح ما اسمح لنا اسمح لنا الله يهديك انت بعد ولا قوه الا بالله. ها يا ابو علي المثل يقول، المثل يقول الله يعزكم ويعز السامعين، لا العنز حليله اكلت شيء ولا القفه فيها شيء. القفة قفة انت تسميها قفة؟ انا اقول قفة. مو سيف؟ انا اقول سف. سف هاي يا رحاب شو تقولين؟ سفون الاول حريم يسف. انت بعد وياه؟ ايه زين ها معزان ها يا ابو علي. انا اقول سرود. سرود يا الله معزونة الحين انت سرود هذا السؤال عندك الحين المتشبشكة كله موجود يوم هذا موجود كله موجود مشاهدينا متابعينا كله موجود عند الطاولة تشوفونه تحت كل اللي تقرونه موجود القفة والسرود والسف. يلا اختار عادي يلا اختار يا ابو علي. خالد
العلم عند الله الجواب ولا ظني الجفة. هذا أبو خالد يتكلم ما بنته. العلم عند الله يقول أبو خالد دوم عندنا. وفعلا العلم عند رب العالمين. نعم نعم. لكن دائما يذكرها أبو خالد عندنا. ها؟ خشاش أبو خالد خشاش. شو رأيك؟ الجفة. نعم نعم. خلك وياي خلك وياي. صح جوابه صح. نعم الجفة. شكرا وألف مبروك عليك. 3500 درهم مقدم برنامج السنيار. يعطيكم العافية يعطيكم العافية. قلتلكم خلص. غلبني غلبني يا أحمد. غلبني اليوم. اليوم غلبني اليوم. اليوم غلبني. كل الإجابات صحيحة. هاي أحمد القفة الأول. لأن فيها مثل قال. لأن قال فيها مثل. وهذا المثل لأول مرة أسمع عند خميس إسماعيل أنا. صدق؟ نعم. مخلف. 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 سمع. هاي معزة. القفة الأول. الحريم يجلى وياهم يوم يسير مكان وهذا يسنف الرايح وها يحطون فيها الكندورة الثوب أي شيء بيخيطن حطن حتى في البيت إذا عندهم قفة عود بعد يربعون فيها الثياب وهاي الصغير الوسط بعد يجلون فيها يودن مثل الكندورة يحطون فيها الدراي والمقص وها يوم يسيرن برع ويبرزن في الرايح يجلن وفي بعد قفة صغيرة مثل هذه هذه أصغر هاي أصغر هاي يحطون فيها التلي التلي تلي فقط هي. مثلا بتركب التلي على الكندورة هذه الكندورة عليها تلي طلعت منها شوف هذه التلي هاي الألوان اللي هو الأبيض والحمر والأسود والخضر هاي الألوان الأولية وهاي عندنا الكندورة هم ركبين عليها بس أبو سيف شوية هي والله حاضرين هاي الكندورة اللي مركب عليها التلي بلاك طالع القفة خلاص زين جاوب تراك طالع التلي طالع التلي هي. التلي راوم هاي الكندورة اللي عليها هاي مخروزة القطعة مخروز ومركب عليها التلي هي هذا يسن في الرايح الأول عادة والله على هو يا يعني أبو خالد ولا بنقول شيء وهاي يسن الحريم الأول وهذا شو عاد غير هاي الكندورة هذه هاي الكندورة العربية الأولية وهذا التلي عليها وهذا التلي عليها نعم. ويوم يسن ويوم عاد هاي الكندورة قبل عليها بعد قصيدة هم يقولون بسألت الكندورة من خاطو درز قالت حسين الصورة اللي في الرايح برز الله. من عام أنا مخدومة ومحيرة بالمز هي الكندورة هذه عاد سالفة وحدة روح ترمس لا هاي سالفة وحدة هي يابا واحد يابا ماء دق الباب مغطت يديها وعطت الماء عيبت البنية ثاني يقول عينا هاي بخطبة قال عاد هو هذا قال الريال قال منشت الكندورة من خاطو ودرز قالت حسين الصورة اللي في الرايح برز الحين تطري عمرها تقول من العام أنا مخدومة محيرة بالمز يعني أنا مخطوبة ومحيرة بالمز شوفوا التشبيه هي نعم هي أعطينا شيء من المهر ومحيرة عاد قالت من العام وروح الريال انكسر خاطره ما له نصيب ما له نصيب يا ما له نصيب هي ردت عليه بالقصيده هو رد بالقصيده وهي ردت عليه بالقصيده قالت من العام انا مخدومه محيره بالمز المز يعني الفلوس نعم ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم شكرا هي على ما يرمسون قبل كله بالقصيد بالقصيد حق الشيء ويطلبون كذي بالقصيد 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 نعم نعم عندك اتصال يا رحاب ناخذ اتصال ومشكورين مرحبا أمل ألو ألو أهلاً أمل كيف حالك؟ الحمد لله طيب الله يسلمك مبارك عليكم الشهر علينا وعليك يا الغالي أنت من دبي دار الحي إيه من دبي والنعم الحمد لله الحمد لله كيف أنتي؟ الحمد لله طيب الله يسلمك شو معلوماتك التراثية؟ يعني ها نص يعني نص. لا ما يستوي أفا ما بتقصر لا لازم أكيد ما أحمد ما بيقصر اليوم لا لا رحاب ما بتقصر كلنا ما بنقصر كلنا ما بنقصر مرة إن شاء الله لا تحاتيني يلا حين خلنا نشوف عالشاشة عندك البيئة الزراعية والبرية والبحرية وباك تقولين أوقف أنا أسمع أن حد عندك خواتي أبا خواتك وياك حيني يلا كلكم إن شاء الله أوقف ستوب لا ما بستوب نحن نقول أوقف أوقف يلا نشوف السؤال يقول من الشعر التراثي بدعي سمعيني عدل بدعي عسى ان الغرب يهون وتسلم خشبنا من مرامة شو المرامة مرة ثانية من الشعر التراثي بدعي عسى ان الغرب يهون وتسلم خشبنا من المرامة
احمد ياشر لك. يا الله يا احمد يتمايل يتمايل احمد. يتمايل يتمايل. بساعد مره واحده في حياتي يا جماعه الخير. يتمايل مره واحده بساعد. ان شاء الله يعني. ما يستوي. دور لجر. وانا اقول لك هي اجر حق رمضان. دور لجر احمد. يلا نثبت الاجابه. ان شاء الله. نشوف الاجابه على الشاشه. مبروك يا أمل عليك 3500 درهم. يلا نسمع تشجيع من خواتك. الوالدة وياي بعد. الله يحفظها ويخليها لك. آمين. ساعدتني آمين ولا آمين. لا من عقب المساعدة سكرت الشنطة أنا والكتاب كذي وقفت خلاص. سوينا اللي عليه. تابعوا واسمعوا التعقيب عند بوسيف. نعم طبعا المرامة المقصود بالسفينة اللي تتمايل شرق وغرب، بس في سفينة أخص عنها يسمونها دلجة. دلجة بمعنى أنها بعد مو بلنة تترامى، لا أزيد عن المرامة هاي، فيسمونها الخشبة هذه يقولون دلجة أنها ما توقف في البحر. هذه تعق اللي هاي ليش؟ لأنها مو بثابتة وايد، فيقولون والله الخشبة الفلانية هذه تترامى مو بوايد، أما يقولون هذه والله لا هاي دلجة أزيد عنها. فهذا مسمى متداول يعني للسفن. المحمل هو الخشب. طبعا الخشب. نعم يسمونه الخشب. هي خشب هي خشب. نعم هي ترى يقول تسلم خشبنا من المرامة. نعم بتشبيه للمحامل. نعم. أو اسم نعم. ثاني للمحامل الأول. هي خشب يسمونه. نعم نعم. نعم. شكرا لك يا أبو سيف. العفو. ناخذ بعد اتصال ولا نختم؟ لا خلصنا اليوم. خلصنا اليوم. اليوم مرة ثانية بعد كل الشعر عندي والقصايد عندي. باكر بعد باكر. لا باكر الباكر لا يا احمد انت. لا ما يسوي. اديت اللي علي هذه الشنطة وسكرتها انا بقوم اروح رحاب. اروح لا لا تروح. خلى اليوم خلى رحاب ما قصرت ما شاء الله. ما شاء الله عليها لا تستاهل. نسوي هاي القصة الزينة من اول يوم هو يقول لي تراني انا باكر ما باي. لا لا سوي سوالف يلعوزني اخوي عزيز وغالي. نحن وصلنا لختام الحلقه وان شاء الله استفدتوا ويانا في فريج السنيار ويا مراجعنا التراثيه. الله يحفظكم مشكورين وياك ان شاء الله. ونحن كل يوم نتعلم منكم وان شاء الله نحن كل يوم بنقدم الافضل والافضل الافضل والافضل. نعم والافضل مشاهدينا ومتابعينا. نشوفكم باكر وفي ملا. مع السلامه. يا محمل السنيار عزم في طريق سير اقطع دروب الفرح واقفل شقال مسير ما خاف في هيرك بحر ما خاف في هيرك بحر مهما طوت اسباب يا ندي بي يا يصيح بي يا نيتت يا شرب وب درب يا وصلي مع السار دو خطي